قبل ما نجول على عناوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم الأربعاء 23 شباط 2022، راح ننتقل مباشرة عبر تطبيق زوم للباحث في الدولي للمعلومات أستاذ محمد شمس الدين. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير لإلك، صباح الخير لك أستاذ عبدو، صباح الخير صباح الخير، للمشاهدين. اشتقنا لك أستاذ محمد. الله يخليكم. رح نحكي بموضوع أساسي، يعني مع بدء العد العكسي أقل من 90 يوم للانتخابات النيابية، الإنفاق النيابي. طبعا في فرق ما بين اللي كان بالعام 2018 واليوم. عمليا نحن بلبنان دائما بنعاني من شيء اسمه الرشوة الانتخابية نعم وشراء الأصوات، اللي هي مسألة قديمة بلبنان، وبيشتد إنفاق المال وشراء الأصوات وقت بيكون في رجال أعمال متمولين فايتين بالانتخابات، وبيكون في منافسة شديدة. وبالتالي شهدنا على مر التاريخ عمليات شراء أصوات. بالتاريخ الحديث يمكن كانت أكثر عملية شراء أصوات بانتخابات 2009، في بعض الدوائر وصل سعر الصوت الى 1000 دولار. عمليا بسنه 2009 انشانا شيء اسمه هيئه اشراف على الانتخابات، وبلشنا نحط سقف للانفاق الانتخابي. لكن عمليا بلبنان من الصعب انه نضبط هذا الامر، لكن على الاقل صار في اذا بدك قانون، اذا بدنا نطبقه بنقدر نحاسب مين تجاوز السقف ومين ما تجاوز السقف. انتخابات 2018 كان سقف الانفاق الانتخابي المحدد لكل مرشح هو 150 مليون ليرة كمرشح شخصي، و150 مليون ليرة كمرشح برائحة، و5000 ليرة عن كل ناخب مسجل في الدائرة الانتخابية الكبرى. وبالتالي صار في عنا مثلا تنقول استنادا لهي الأرقام سقف الإنفاق الانتخابي مثلا دائرة هي أكبر دائرة من حيث عدد الناخبين بالنبطية بنت إسماعيل مرجعون حصبية، كان 2 مليار و602 مليون ليرة. في القانون الحالي عدلناه بعد انهيار سعر صرف الليرة، فصار السقف هو 750 مليون ليرة للمرشح، 750 مليون ليرة لمرشح برائحة، و50 ألف ليرة عن كل ناخب مسجل في الدائرة الانتخابية الكبرى، بحيث أنه ارتفع سقف الإنفاق بشكل كبير كبير. مثلا بهاي الدائرة اللي قلناها سنة الماضية صار سقف الإنفاق بهاي الدائرة يصل إلى 26 مليار و381 مليون ليره. فعمليا يعني صار مبلغ، يعني وكانه صرنا نحن عم نشرع شراء الاصوات. انه بعرف انا سعر صرف الليره انهار، بس صار بحق للنايب اللي معه مصاري انه يصرف هالقد في ياخذهم؟ يعني نعم. 26 مليار ليره في ياخذهم؟ مين بده يعني ياخذهم؟ لا يسحبهم؟ لا لا، لا. في ما اه في نحن يقدر عم يسحبهم نحكي من البنك؟ عم نحكي بسقف سحب، يعني 16 ايه. هلا مليار. هو اذا بيقدر يسحبهم من البنك او عنده من برا، هيدا اول شيء، يعني معناتها عم نقول اللي معه مصاري يجي يترشح ويقدر يشتري اصوات، واللي ما معه ما بيقدر كمان. او اللي او يا الثاني استاذ محمد، اذا بده يصير في مبلغ تسهيل الترشح. لهيدا، في فكرة يعني أنا لفتتني، كتبها النايب أدي معلوف إنه اللي عنده مصاري محجوزة خليه يترشح، يحطها 30 مليون بيسحب الإنفاق الانتخابي، بيرجع بيسحب ترشيح، كمان بيكون فكرة أخذ حلوة، مصرياته. فكرة حلوة كمان. قمنا رفعنا رسم الترشح. المرة الماضية رسم الترشح كان 8 ملايين 8 ليرة اللي هو تقريبا 5000 دولار، هلا رسم الترشح صار 30 مليون. صحيح إنه هو 30 مليون يعني 1500 دولار، لكن 30 مليون بالنسبة للناس هو أكبر من 8 مليار، من 8 صح، مليون 8 ليرة. مليون. هذا يمكن، وهذا يمكن السبب اللي خلى كتار من الناس يعزفوا عن الترشح، لأنه يعني راح يدفعوا 8 ملايين ليرة 30 مليون 30 ليرة وما يسردون إذا انسحب، ما بيسردون مثل المرة الماضية. فخلينا نشوف مثلا سقف الإنفاق كيف صار هلا ببعض الدوائر. يلا بلش بالدائرة الأولى، دائرة بيروت الأولى، سقف الإنفاق لكل مرشح هو 8 مليار و244 مليون ليرة. بيروت الثانية 20 مليار و51 مليون ليرة. جبل لبنان الأولى 10 مليار و626. تصوروا إذا في لائحة مثلا ببيروت الثانية من 11 مرشح، يعني صار بحق لها تقريبا اللائحة تصرف بحدود ال 220 مليار ليرة، اللي هو مبلغ كبير. بجبل لبنان الثاني المتن سقف الإنفاق هو 10 مليار و678. جبل لبنان الثالثة قضاء بعبدا 10 مليار. جبل لبنان الرابعة شوفوا علي 18 مليار و828. كل مرشح بحق له بالقانون يصرف هالمبلغ. بالشمال الاولى عكار 17 مليار، بالشمال الثاني يعني طرابلس والمنيا والضنيه 20 مليار و300،
اشمعنى بلدتي صغرتها بشبر البتون الكرة 14 مليار و500، بالبقاع الأولى زحلة 10 مليار و700 مليون، بالبقاع الثاني البقاع الغربي ورا شيا 9 مليار و200 مليون، بالبقاع الثالث يعني بعلبك والهرمل 18 مليار و564 مليون، بالجنوب الأولى صيدا جزين 7 مليار و966 مليون، بالزهراني السور 18 مليار، بالنبطية بنت جبيل مرجعيون حصبية اللي هي أكبر دائرة لأنه فيها أكبر عدد من الناخبين حوالي 500 ألف، يوصل سقف الإنفاق إلى 26 مليار و381 مليون ليرة اللي هو مبلغ كتير كبير. وبالتالي عم نقول للي معه مصاري تعال ترشح واشتري أصوات مع الأسف الشديد. يعني مشان هيك ما عم نشوف مرشحين عم يتسجلوا بوزارة الداخلية لغاية هذه الساعة. عدم الترشح في له عدة أسباب، أول لا سبب هذا من بين الأسباب يعني. من الأسباب، لذلك أنا بتصور إنه مثلا في قصة 30 مليون ليرة، في قصة إنه البنوك مش عم تفتح تفتح حسابات، حسابات صح. في قصة إنه مرة الماضية كانوا في كثير مرشحين فهمانين القانون إنه نسبية، يعني كل واحد بيطلع، لا فهموا إنه النسبية مش كل مرشح يعني بيقدر ينجح. تغير. وبعدين كان في نقطة كثير مهمة إنه آخر انتخابات كانت هي من 2009، فمن 2009 ل 2018 في 9 سنوات في كتار كانوا متعطشين ليترشحوا للنيابة، فتجمعوا بهالانتخابات. اليوم بتصور أكيد السنة الماضية من 2018 انتهت إقفال باب الترشح ب6 أدار على 976 مرشح، اليوم باب الترشح بينتهي ب15 أدار. أدار ما بعتقد رح نوصل ل 976 مرشح، هذا رقم كبير كان المرة الماضية، ما بعتقد هلا طبعا. بطلت أكلة طيبة يا أستاذ محمد بعد نعم اللي صار، بطلت شيء منيح يعني. يعني صار في ظروف إن شاء الله نوصل لل 128. ما بتصور انه رح نوصل ل 976 هلا، اكيد هي حركه الترشيحات بعد خجوله، بس أيه. اليوم الاحزاب بتقدر بنهار واحد تعمل ترجع توكيل تعمل لما يرشح 15 صح 20. صح. وبرجع بذكر انه مرة الماضية تقريبا باخر ايام ترشح حوالي 400 صح مرشح يعني، فنحن لو الحركه بعد خجوله هلا رح تزيد بالايام القادمه، بس في كل الحالات ما بتوقع انه نوصل للرقم اللي وصلنا له ب 2018. طيب استاذ محمد، ممكن حسب الاحصاءات او اللي عم تعملوها قد ايه ممكن يترشح هالسنه؟ ممكن نوصل لل 128 مثلا؟ بده يطلع تزكيه يعني شو؟ لا اكيد لا، اكيد لا، انا بقول ما رح نوصل يمكن اقل، يمكن اقل اذا هالقد مش قادرين يعطوا مصاري ويسحبوا مصاري. لا لا، في مصاري وفي ناس في معها في مصاري. في من برا منيح ما تحت الهم، بس استاذ ما بتطور. عم بيشتروا شقق من برا، بيبعتوا لنا يشتروا شقق كمان كاش. يعني انا ما شايف انه رح نوصل لل 976، يمكن نحن نكون بحدود ال 600، ما قادر اعطي رقم بس اكيد نحن حنكون يمكن بحدود ال 600 مرشح، 650 مرشح، 30% اقل من مرة لا الماضية طبعا تقريبا. اذا ترشحوا اقل هيدي فيها خسارة للدولة، لانه كل ما يترشحوا صح اكثر على 30 مليون بتقدر الدولة تجمع مصاري، لانه هذا بتصير بدها تاخذهم منا بعدين، بتلاقي لها شي باب تاخذهم منا. ترشح 30 مليون ليرة ما بيستبدوه المرشح لا هيدي المرة ولا 8 ملايين مرة الماضية، خلص هودي بتكونوا للدولة. هيدا بالقانون الجديد هيك صار صح 100%. بس استاذ محمد هون عم تحكي عن الانفاق الانتخابي للمرشحين، بالنسبة للاعتمادات اللي حددت من قبل الحكومة، وشفنا انه الاعتماد كان السنة 18 مليون كان دولار او 15، في عندنا 15 مليون و500 الف دولار، صح 500 واحتسبوا بعدين في قسم بقي محسوب على الدولار اللي هو 7 مليون و200 الف دولار، في القسم الثاني احتسب على اساس دولار سعر الصرف 25 الف ليرة، وبالتالي قدر بحدود ال 198 مليار. عمليا في قسم راح يتاخد من احتياطي الموازنه، في مشروع قانون ارسل الى مجلس النواب لفتح اعتماد اضافي بموازنه 2022 لتمويل هاي العمليه الانتخابيه. هلا طبعا فينا هيدي العمليه تشمل رؤساء الاقلام، التغذيه للجيش وقوى الامن الداخلي، الحبر، اوراق المطبعه المطبوعه مسبقا، ونحن نشرنا بالدوريه للمعلومات تفصيل هيدي النفقات. مثلا في 4 مليون و500 الف دولار هن لطباعه الاوراق المعده مسبقا، في عندنا 50 مليار هي تغذيه للقوى الجيش و50 مليار للقوى الامنيه، في عندنا بحدود 53 مليار هي لرؤساء الاقلام والكتبه، لانه هون في شغله كبيره انه هذا رئيس القلم والكاتب اللي معه راح يروحوا قبل بيوم على محل السراي والمحافظه ياخذوا صندوق الاقتراع ويروحوا على محل ثاني يمكن يقطعوا مئات الكيلومترات، وبالتالي صار في كلفه اضافيه.
المرة الماضية كان بيحق له 1,120,000، يمكن هالمرة عاملينه 7 ملايين. فهيدي كلها حسابات مع الأسف ايه بين 2018 بس وهلا. على الدولار يعني عشر المرة الماضية يعني اليوم، يعني يعني اليوم إذا 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 اليوم كلفة، نحن بالدراسات عملناها كلفة الكيلومتر الواحد حاليا، هي إذا سيارة بتصرف 170 كيلومتر هي 3000 ليرة. فإذا في رئيس قلم وكاتب بده يروحوا 100 كيلومتر روحة و100 كيلومتر رجعة، يعني هيدي تقريبا 600 600,000 ألف ليرة بس. فلذلك نعم. طيب لابد من تعديل هيدي النفقات. شو رأيك بالفرق بين العام 2018 بالنفقات وهلا الاعتمادات؟ طبعا هي ظروف تختلف، 2018 كان شيء وهلا ظروف بتختلف بس كثير تقريبا النص؟ تماما. هلا في، لانه في قصه الليره، في قصه في تجهيزات مرة الماضيه انجابت، هالمره ما بدهم يجيبوها لانه بعد اوكي القانون زاد وبعد كنا التركيز. ببحبوحه ايه فظروف يعني لا يمكن المقارنه بين 2018 و2022، الظروف كلها مختلفه. وبالتالي المهم هلا هو الاساس بالنسبه لنا، في مصاري كثير انصرفت من دون فائده، المهم انه تصير انتخابات ويقدروا اللبنانيين يوفروا لهم الظروف والاليات اللي بتخليهم يعبروا عن رأيهم بشكل صحيح. ومثل ما قال صحيح اليوم الرئيس عون انه هيدي اللحظة على الأقل يكون الإنسان يختلي حر بنفسه ويختار صح، لأنه هذا الاختيار راح يقرر مصير اللبنانيين على صح الأقل ل4 سنين قادمة. فهيدي 100% يعني حلو كثير نحن نقاشنا، برجع بقول في كثير ثغرات بالقانون، في كثير نفقات انتخابية عم تشجع الأموال، بس بالنهاية يبقى المواطن هلا، نحن يمكن في كثير ناس عم يسمعونا، يبقى بهاللحظة اللي بفوت ليقترع فيها يكون حر، يكون قراره صادق، لأنه هذا القرار وهذا الاختيار راح يرتب تداعيات كبيرة على علي وعلى اللبنانيين كلهم سوا. مش في كتار، في كتار كتار عم يسمعونا. نحن بدنا نشكرك أستاذ محمد شمس الدين الباحث شكرا الدولية لك للمعلومات، يومك مبارك. شكرا يعطيك ألف لك عافية، إلى لقاءات مقبلة ودايما أرقام هيك علمية دقيقة بكل شيء.